بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. شكرا لهذه الاستضافة من أجل تنوير الرأي العام المحلي فيما يخص هذه القضية المثارة مؤخرا الأسبوع الماضي حول المقابر الإسلامية وتدبيرها من طرف المجلس الجماعي. لابد بالإشارة بأن هذا المرفق كما يعرف هذا مرفق حساس، واللي كان سهروا عليه تقريبا شبه يومين وشخصيا شبه يومين باش يكون جاهز لاستقبال موتى المسلمين في أي وقت ليلا أو نهارا. مؤخرا تم إثارة نقاش حول إحداث مجموعة من المقابر بعد طريقة معينة. لابد من التوضيح بأن هذه الطريقة المعتمدة الآن لم تأتي من فراغ. أولا كانت فيها مجموعة ديال الزيارة ديال مجموعة ديال المقابر في مجموعة ديال المدن، مقابر جديدة في مجموعة ديال المدن اللي كتعتمد هذه الطريقة. ثم بعد ذلك تمت استشارة كل المعنيين بالأمر على رأسهم المجلس العلمي المحلي اللي زار المكان ويعني أعطانا الموافقة المبدئية على استعمال هذه المواد بدون أي إشكال، علما أن هذه العملية تتم بشراكة بين المجلس الجماعي وجمعية السلام للعناية بالمقابر الإسلامية، واللي الرئيس ديالها الإشارة وعضو في المجلس العلمي المحلي، وبالتالي هذه الإجراءات الشرعية قمنا بها منذ البداية حتى لا يكون هناك لبس. لابد من الإشارة بأن في هذا الموقع للآن تم تصويره بطريقة كأن تبين على أن المقابر على وجه الأرض، والأمر اللي هو غير صحيح. هذا في ذلك الموقع أحد المستشارين اللي هو الآن كيتزعم من زعماء المعارضة اللي كثير هذه الزوبعات قام بحفر مقابر لعائلته لأكثر من 14 القبر، خصصها لعائلته باستعمال الآليات ديال الجماعة ودون أداء حقوق ديال الجماعة اللي المفروض على أن أي واحد كيخصص واحد المقبرة له أو لعائلته كيأدي واحد المبلغ ديال 700 درهم حوالين ديال على كل قبر. هذا المبلغ اللي لم يتم أداؤه لحد الآن، وهذا العملية هذه تم فيها دفن ديال مجموعة ديال أفراد الأسرة ديال هذا المعني بالأمر، ولم يثير أحد أي ملاحظة. إذا بالنسبة لنا احنا عندما اعتمدنا هذه الطريقة فقمنا بكل الإجراءات اللي كتضمننا على أن هذه الطريقة معتمدة وأنها شرعية وكتضمن الكرامة ديال موتى المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكروا الإخوان في الموقع اللي اتاحوا لنا الفرصة باش نناقشوا موضوع اللي كيشغل دابا الرأي المحلي خاصة واللي والرأي الوطني واللي ربما خدع حتى أبعاد دولية، حيث راه بدينا نشوفوا الناس ربما في الولايات المتحدة وفي دول أخرى كيبارطاجيو دي فيديو زعما اللي جاتهم الحرقة على المدينة ديال صفرو. إذا مرة أخرى كيف قلت غادي نناقشوا عاوتاني الموضوع ديال السيد رئيس المجلس البلدي ديال مدينة صفرو، غير هذا المرة فقط ما نناقشوا رائحة الفساد اللي كانت كتسكم الآن أنوف ديال المواطنين واللي وصلت للمحاكم واللي هي الآن يعني تحظى بتتبع الجميع، ملفات ثقيلة. ونحن الآن نناقش روائح الموتى مع الأسف التي أصبحت روائحها تزكم أنوف المواطن الصفريوي وأي واحد مشى زار المقبرة. أنا شخصيا يعني هذا الموضوع أول نبشته يعني بعد ما تبارطاجا الفيديو اللي بارطاجا الأخ الغيور على المدينة اللي مشى المقبرة ديال صفرو ودفن بعد دفن ديال الأب ديالو، وكانت عنده يعني واحد الحسرة كبيرة على الطريقة الغريبة من نوع اللي يعني ابتدعها الرئيس في بناء هاد القبور. ومن بعد يعني مارس يعني الدور ديالي كمستشار جماعي في المعارضة وتقلنا العين المكان ولاحظنا الطريقة فعلا التي لا تمت لبناء القبور بأي شيء، يعني ربما ما كيبنيوش بها حتى في الدول ماشي المتخلفة، فبالأحرى أننا نقارنها مثلا مدن يعني سباقة لهذيك مارتيل ومدن أخرى كمقبرات يعني عصرية في المستوى. بعد ذلك كمعارضة يعني وجهنا الشكاية للسلطات المحلية باش تحمل المسؤولية ديالها، وكنظن أنهم يعني خرجوا لعين المكان وشكلوا لجنة يعني متنوعة بجميع المجالات وتم التوقيف ديال هذا العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية كنحيي وكنشكر هذا الموقع هذا. من بعد ما طلعت على واحد المجموعة ديال المواقع واحد المجموعة ديال الشهادات ديال المواطنين
بالنسبه لذاك المقبره ديال بودرهم، وكل شيء كيشهد على ان كاين رائحه من خلال الرد ديال السيد الرئيس سوا كيحصل بان كاين رائحه. الوصف اش كتكون الرائحه يجب على المجلس البلدي وعلى السلطه المحليه، لان هذا ضرر يجب رفع الضرر هذا، لان واحد المجموعه ديال الاحياء تما في شهر 6 و7 و8 كيشدوا الشراجم، لا بودرهام ولا جنة الزوين ولا لالا مولاتي ولا لالا امينه ولا سيدي بومدين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة كل أسف لما يروج الآن من طرف رئيس جامعة فروم. احنا باغيين نوصلوا يعني واحد الرسالة صريحة، يعني بركة من المزايدات السياسية، نحن هنا لسنا معارضة ولسنا تسيير، نحن لا ندبر الآن داخل دورة مجلس جماعي باش أننا نبينوا اش كنديروا المعارضة ولا كنديروا الأغلبية. نحن في إشكالية كتعيش المدينة، عايشة الساكنة، استنكرهاتها الساكنة، استنكروها الناس اللي خارج المدينة والناس اللي خارج أرض الوطن، استنكروا هذا العمل هذا، وبالتالي ما بقى حتى شي واحد ما يمكن له يقول هناك مزايدات. فبالأحرى كان الرئيس على انه يحاول يسمع ويسمع يعني الصدى ديال الساكنه ويسمع يعني توجيهات الناس كتطلب، من اجل ان اثبات الشرعيه والاحقيه ديال القبور. سيد الرئيس ما بغيناش نردوا عليه، ولكن كيدفعك دائما كثير ما مره من اجل الرد. كيجبد بعض المستشارين، كيجبد مستشار يتزعم نحن باستقلالية ذاتية، نحن أشخاص نتحمل كامل المسؤولية في التصريحات ديالنا، في الخطوات اللي كنقوموا بها، اللي كتخلينا نقوموا بهذا الشيء هي الغيرة على مصلحة هذه المدينة. اللي كان خص الرئيس يعطي الحل، شنو هو الحل؟ بمعنى واش هذه القبور كتصون كرامة الميت أم لا تصون؟ هذا الشيء ما سمعناش، لان ملي كنكونوا امام مشكله كيخسر الرد، الناس كتساين الرد. حنا ما سمعناش الحل نهائيا، كيعاودنا التاريخ ديال سي مستشار، جاب تاريخ المستشار هذه العمليه هذه. وانا في الحقيقه يعني اللي غنوجه للسيد الرئيس واللي كيجعلو يطيح في هذه الاخطاء هي القرارات الانفراديه، وكيغيب الثقافه ديال المقاربه التشاركيه، يعني ما عندوش في الاسلوب ديال الشان المحلي، هو الشيء اللي كيجعلو كيطيح في هذه الاخطاء. اخطاء في التدبير ديال المدينه، دابا انتقلنا للمقابر، اخطاء نفس المقابر. وفي الحقيقه ما كنتمناش من الرئيس، لان الناس راه المواطن اللي داروك، والمواطنين ما قابلينش هذه القبور خصو يحيدهم. ما احتاجنا الرئيس نتمنى باش يحيد، لان شكون داروا المواطنين، والمواطنين ما قابلينش هذه القبور خصهم يزولوا. وانا بالنسبه لي اذا كانوا هذه المقابر شرعيين، علاش دابا حاليا اللي سمعنا من مصادر يعني مسؤوله على ان العمليه ديال الدفن موقفه في هذه المقابر؟ وهنا غندخلوا لهضر الملعب. اذا اللي كنتمنى ان الرئيس يرجع للصواب، مقابر المشكل ديالهم فيها حساسيه كبيره وكبيره جدا، واللجنه اللي كننتظروا انها تخرج باستنتاجات على هذه القبور العشوائيه اللي دارت في المدينه، تعطي خلاصه وتعطي الخلاصه للراي العام، باش لان كاين غليان وخص تهدئه الوضع بالمدينه. وشكرا. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.